يا سلام عليك يا ست الناني، ولا الست تمر حنة في زمانها. ايه مش عاجبكي؟ خلاص ولا الست اسمهان في فيلم الفرح، ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي يا نجمه مصر؟ الله اكبر، المسرح كان هيتكسر من اللي بيحصل عليه. بطل بكش يا عزوز، انا مش عارف اشتغل يا اخويا ولا جايلي مزاج من غير سوكه، وكل يوم اكلمه مش لاقياه، وكل يوم اقول هيجي وما بيجيش. ما تقلقيش يا ناني ولا يهمك، انا كلمت المحامي وهرفع عليه قضيه. اه ده داخل على اسبوعين دلوقتي مختفي وقافل موبايله، وامه كمان ما بتردش. محامي ايه وقضيه ايه يا راجل انت؟ ده سوكه. الله، يعني يخرب بيتي واعمل له شهاده تقدير. انا هنزل له بطن البقره حايل واجيب. تعالي بس استني شويه، خدي ايه دي؟ دي لا مؤاخذه ورقه طلاق، اصل المحضر جابها هنا على الكباريه. الله الله الله، ايه يا ناني؟ ده انا قلت الموضوع ده هيفرحك. سلومه ده زباله وعره الرجاله، وانا عمري ما حبيته، بس هو حب يهني عشان كده بعت لي الورقه على هنا. وعموما العشره ما بتهونش الا على اولاد الحرام، وانا بنت حلال يا عزوز، فهمت؟ فاهم والله، بنت حلال فعلا ومقصره ناني، وعشان كده بقى انا بستغل المناسبه السعيده دي وبطلب ايدك على سنه الله ورسوله. ها قلتي ايه؟ الله، ايه بس؟ في ايه تاني؟ انا اول مره اتطلق فيها، وانت جاي دلوقتي تقول لي اتجوزك؟ لا معاك حق يا ناني، هي الواحده بتتطلق كل يوم؟ عامه دوريها يا حبيبتي في دماغك وفكري فيها كويس قوي على مهلك، وانا مستني يا نجمه مصر. مستني على نار والله. حبيبي حبيبي يا عسل. انا مجمعاكم النهارده عشان نتيجه امتحانات نص الشهر اللي كوريا هتسافر بعدها. أنا بالنسبة لي النتيجة 10/10، الأوراق كلها تمام والفيزا هتبقى جاهزة كمان 10 أيام. ممتاز. أما أنا فالنتيجة بالنسبة لي 0/10 في كل الدروس اللي أنا بديها لها، فشل ذريع، مفيش تقدم 1%. إزاي؟ دي لعبتك يا هايدي، معرفتش تتعلم منك ولا حاجة؟ خالص. قص عليك يا كوريا، مخبية عليا يا بنتي، إن ما وريتك ما بجاش أنا. أنا اللي مستني النتيجة دي بفروخ صدر. تسقطي يا أم 0/10. أهم يا بت يا كوري، تسمعيش الكلام ده كله؟ علام إيه وهباب إيه؟ قال هو بعد ما شاب ودوك كتاب. كوري يا بنتي، وبعدين إحنا كلنا حاطين أمل عليك. هو في أبو الحاج أنت وهي؟ ما أنا مرسياكم من أول، أنا ماليش في دلع البنات الماسخ ده، أنا تلاقيني في الجدعانة، تلاقيني وقت الضيقة، تلاقيني في الزنقة، لكن تقولي حط أحمر وأخضر وامشي تقصعي زي البنات، أقول لك لا معلش ما نعطلكش. وبعدين خلاص، فضوكم من الحوار ده خالص، أنا هرجع بيتي، مش لازمني الكلام. هتوحشني أوي يا صاحبي، أنا مش عارف من غيرك هعمل إيه. خلي بالك من نفسك يا كبداكي، عشان خاطرك كبداكي وتغطى كده بس بقى. وانا طالع ليبيا اشتغل؟ ده انا طالع اليونان شويه وراجع سوكه. فيه ايه يا كبداك؟ انا ماليش الا انت، ده انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا. انت قد مالك بقيت سايح كده ليه من ساعه ما البت دي سابتك؟ ما تفوق كده يا سوكه، شوف شغلك ده. لو كانت ضربه مطوه كانت خفت، ده انتوا بقالكوا اسبوعين. بقول لك ايه، امسك يا سوكه دول 20,000، تدي 10 لامك و10 لكوريا، وتقول لهم ان كبداكي جاب لكم فلوس البيت اللي كان هياكله عليكم سلومه، وقول لهم ان كبداكي جدع يا سوكه. انت اجدع صاحب في الدنيا، بس فيك شويه عيوب، بس احلى حاجه فيك ان قلبك ابيض. يلا هتوحشنا يا صاحبي. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك. بس بقى سلامك ابداكي، خلي بالك من نفسك يا صاحبي. صباح الفل، مع السلامه يا مصر. السلام عليكم يا رجاله. شد حيلكم، مش عاوزين عطلة، اديكم شايفين الاسمنت والحديد سعرهم بيزيد يوم عن التاني. خير يا اخينا، في حاجة؟ لا مفيش حاجة، جاي بس اتابع العمارة وشغل العمارة. هو في ايه يا عم انت عاوز ايه؟ انت اللي في ايه؟ انا شريك في العمارة. انتوا مين بقى؟ شريك مين يا عم انت؟ شريك المعلم عرفة صاحب العمارة. معلم عرفة مين؟ العمارة دي بتاعت ابونا المعلم روماني هنداوي ومالوش شركة. روماني مين ومالوش شركة ازاي؟ بقول لكم انا شريك المعلم عرفة في العمارة. يا عم انت جاي ترمي بلاك علينا ولا ايه؟ لو شفتك هنا تاني عليك على باب العمارة واجيب لك الحكومة، نصاب ده ولا ايه؟ يلا يا عم تيجي على الله، مالك ابيض. الله 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 الله، ايه الحكاية؟
هو انا اتضحك عليا ولا ايه كده يا كبداكي؟ ماشي يا انا انت يا كبداكي. يعني انت يا واد جبت لي المرستان اللي بره ده وسبتني وهربت كده؟ ها عزوز قرفني كل يوم بالتليفونات بيسال عليك، انا مش عارفه ارد اقول له ايه لان انا مش عارفه اراضيك فين. اديني قاعد ياما في البنسيون اكل شارب والحمد لله بدعواتك ياما، ربنا ساترها معايا. انزل اروح فين بقى ياما؟ يا ولا يا ولا علي يا ولا، وانزل شوف اكل عيش. ما ينفعش كده، الله، الشقه دي هندفع ايجارها منين؟ هناكل ونشرب منين؟ وادي احنا جبنا العربيه والحمد لله وبحوشك عشان اجيب لك الشقه، وصيتك والحمد لله مكسر الدنيا. اما بقى عن البت الممرضه ده ايه، فلا يا حبيب، ست ستها تتمنى تراب جزمتك. انت من النهارده بقى تنزل تروح الكباريه. بقول لك ايه يما، ولا انا رايح ولا جاي، ومن الاخر ياما بقى العيشه بتاعتي دي ما بقتش عجباني. لا بقول لك ايه، لا ده انا من صباحيه ربنا هاخدك لاتنين شيوخ يقروا عليك. لا والله العظيم ده انت معمول لك عمل كلب تافه فيه. كلب ايه ياما وقطه ايه؟ بقول لك ايه، خدي الواد كبداكي جاب لك ال 10000 جنيه دول بتوع التنكيس، سلكهم من سلومه، اتفضلي. جدع يا ولا انت وكبداكي، حرو ونار في جتته الواد سلومه الحرامي ده، برافو عليكم والله. انا نازل ياما، عايز حاجه؟ حبيبي مش عاوزه حاجه، انا عاوزاك بس كل يوم تعدي عليا. حق روحك كده. وبعدين ده احنا ما صدقنا الميله اتعدلت، هنعوجها تاني ليه؟ ها خليك ناصح يا ولا. ادعي لي يا ماما. ربنا يكرمك يا رب. ربنا ما يحرمني منك. عايز حاجه يا ماما؟ لا يا حبيبي، عايزك طيب مع الف سلام. بقول لك يا خالتي، انا هقلب المحل فول وطعميه واخدك معايا يوماتي، مش هحبسك انا خالص. خلاص يوم ايه بردك؟ لو البيت وقع واحنا بره يبقى ربنا نجاتنا مع بعض، وقع واحنا جواه يبقى ربنا خدنا احنا الجوز مع بعض عشان نتحمل القرف اللي احنا عايشين فيه ده. تتعير فين دنيا واخره؟ مش عايزه اروح معاك حتى انت. والله على قولك، وانا مين عايز يعاشرني وانا حيه ما هيعاشرني وانا ميت؟ مين؟ طيب يوه يا الدنيا طارت. ايه يوه افتحي. ايه ده خير؟ ازيك يا خير؟ كوريا. ازيك يا سوق؟ عامل ايه؟ ادخلي. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ مين الواد ده؟ سندوتشا. كيفك يا حبيبتي؟ كيفك؟ الواد ده مين؟ ده سوكا خالتي. ابن ام سوكا؟ يا خالتي. ابن ام سوكا. ايه ده؟ ايه ده مالك؟ فيك ايه؟ لا ولا حاجه. اصل كوريا سوكا متضايق ومقطع الشغل بقاله فتره. متضايق علشان البت الممرضه اياها دي، وانا طول الطريق بقول له يا عم فضك فكك، الشغل اولى بيك. بقول لك يا سوك، اسمع للخال، هو معاه حق، الحب والحاجات دي خلاص خلص، خلص من ايام الله يرحمه عبد الحليم حافظ. اقول لك على حاجه، يا اما هو مش مكتوب للي زينا، فمن الاخر روح شوف اكل عيش. ولا اقول لك على كده، بحلم بيك بحلم بيك. شوف الروقان والنبي، اقول ايه؟ اقول في اللي احنا يبقى كفايه عليا. خدها كوريا. ايه؟ 10000 جنيه دول بتوعك، بتوع تنكيس البيت. ابراهيم عمل حوار على سلومه وجابهم لك منه، بقول لك عشان تعرفي ان هو جدع. جابهم ازاي؟ ايه اللي جابهم ازاي؟ وجابهم منين وصرفهم منين؟ عبال ما تعرفي كل ده هيكون البيت وقع على دماغك. يلا يا كوريا هملي. والنبي فيك الخير يا كبداكي. طب هو ما جابهمش هو ليه؟ جاله عقد في اليونان وسافر يا كوريا. ايه؟ عقد في اليونان؟ وانت زي ما تقوليش يا سوك. والله العظيم ما اعرف يا كوريا، انا زي زيك بالظبط. فوجئت على باب المطار. عارفه الست اللي كانت في المستشفى؟ اللي بنتها اسمها نجوان؟ نجوان. هي دي اللي جابت له العقد. ومن الاخر كده ابراهيم خلع وراها. راح وراها؟ يا ابو دلنجس عمره ما هينعدل. بقول لك يا خال، اتصلي بجولي دلوقتي حالا. خد يا اختي، دي فلوس تنكيس البيت. ما انت لا كملتي وقعد فيه عشان تدفعي ايجار ولا بتتنكس. خد. خلاص مش عايزاهم. اللي مش عايزاهم ده، ما قلت لك قبل كده ما احبش حد يتجب عليا. امسكي. هاتي، انت حره. خطيبك ده يا كوريا راح اليونان ازاي؟ بس ما تقولش خطيبي، بس ما بقاش، خلصنا من زمان. تاخدش بالك يا دكتور، دايما كده كوريا وكبداكي دايما كده عاملين زي القط والفار، دايما متخاصمين، دلوقت مفسوخين. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ ما تفهموني، هو ازاي يعني راح مع نجوان؟ وهو يعرفها منين اصلا؟ الصراحه اصل لما صوره جولي نزلت في الجورنان هو قفش علي
خلاني كبت له بقى الليله كلها في حجره، ومن ساعتها هو حاطط البت نجوان دي في دماغه ورشقلها، وديها شكلها جابت له عقد عمل بره وصفرته. ايه؟ يعني انت السبب؟ ها؟ انت اللي سلمتيها التسليم يا اهل الكبداكي؟ كانت ماشي. عقد عمل ايه يا عم شكري؟ وهو يسافر وراها ليه؟ سافر عشان عينه فارغ. يبقى معموزة حلوة وزي القمر، ومع ذلك هو زي الكلب لازم يشمش من بره. ما يمكن الست دي ملهاش علاقة بالموضوع ده. ملهاش علاقة يا اخي، دي بنت مولع لفت قبل كده على جوز جولي وصفرته، ودلوقتي لفت على كبدكي وصفرته. اللي هيتنشل مطرح ما هي قاعدة يا رب. ايه دي؟ هي الست دي واخدة المشهور رايح جاي ولا ايه؟ ولا متعاقدة مع الحكومة اليونانية يعني؟ افرض لهم رجالة. انت بتهزر يا خالد. صوتك سندس ومسوك هيصحوا. احنا لازم نعرف دلوقتي ابراهيم ده سافر ازاي وبيشتغل مع مين وضد مين. بقول لك ايه يا عم الدكتور المحامي، انت ولا ما انا فاهمه لك بتشتغل ايه؟ عايزه ايه يا كوريا؟ هو انتوا مش كنتوا عايزين تسفروني؟ كنا عايزينك تسافري. طب انا عايزه اطلع الطلعه دي ورا كبداكي، ويا انا البت المسهوكه دي بقى. مش هينفع، احنا حاولنا وكل محاولاتنا معاكي فشلت. ليه بس؟ انا عايزه اسافر. هو انت هتسافري سياحه؟ انت كنت مسافره عشان تعملي مهمه محدده، والظاهر بقى انك ما تنفعيش. ايه اللي ما ينفعش ده؟ ما تقولش بس ما ينفعش، انت ما تعرفش كوريا ما تحط في نفوق احواض. جدعة كوريا جدعة. ايوه كده، خلصي باقي السنة اللي قضيتيها في المخروبة دي، خلصيها على جدتهم. مش هينفع. النبي يا جولة، عشان خاطري، عشان خاطري، ده احنا ولا يا زي بعض. والنبي اختي، قولي قولي له ده انا كوري. يعني انا شايفة يا نادر ان احنا ممكن كده يعني نديها فرصة تانية. مش هينفع يا هايدي، دلوقتي ما بقاش عندنا وقت. هي مش ورقها لسه جاهز؟ ايوه لسه جاهز، والفيزا فاضل لها كام يوم وتطلع. المشكله مش في الورق، المشكله فيها هي. المشكله فيها هي دي؟ ما تظبط كلامك يا عم الحاج. في ايه؟ انت شايفني ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ طب احنا خسرانين ايه؟ مش احنا كده كده قدامنا اسبوعين نجرب تاني، بس المره دي كلكم تشتركوا معايا. هو ده التحفونه، كل ما هربت منك يا ابني اللذين، عايز كل ما هربت منك مكنش انك تعجبني، مكنش انك تعجبني، بس واحده واحده عليا اصل انت كل لك نجس. قلت يا بت وليه تاني معايا؟ مش خارجة، انت بتقطع اسنان يا ابراهيم. انت تقطعت اسنان بتقول على نور رخيصة، انت بتقطع اسنان خاصمينك. يلا يا زبالة جابك الاعرف وامرك ما تندف. اوعى اهدى شوية. خلاص يا سلسة معلش، احنا اسفين. هيصوا يا جماعة، هيصوا انبسطوا. يلا يا شوشو اشتغلي، يلا يا اسنان اسغني. هيصوا يا جماعة. ايه يا ابراهيم؟ بقول لك ايه يا جدع، انت شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير. انا مش عايز لبش يا دارة، دي بنت لازقه ونراميه جبتها عليا. انا اسف، مش هتحصل تاني والله، ما هتتكرر تاني. لا 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 خلاص، انا مش هفهم الشغل ده. معلش يا دارة سماح، نكسات عقل ودين، بس هيما مسيطر، واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني. ولا هي هيما؟ صح سامع سامع. يلا اتفضل شوف شغلك، شوف شغلك يلا من هنا. ياد ركز ياد، يلا نزل الخرابه دي، في ريحه منيله طلع. نزل ووطي التي في. اوطي الايه؟ وطي التلفزيون. ده امان ليا وليك يا سعاده الباشا، عشان الوليه اللي جوه دي ما تسمعش اي حاجه. انت مش قلت انها ما بتتحركش؟ ما بتتحركش اه، بس ودانها زي الكلب البوليسي بتسمع دبه النمله. اتفضل ادي 5000 جنيه اهو. فين بقى الورقة اللي قلت عليها ان فيها معلومات تفيد هايدي في القضية؟ 5000 جنيه ايه يا سعادة الباشا؟ الولية عندها فشل كلوي، بتغسل ب10000 جنيه في الشهر. بتغسل ايه ده؟ ده انت معفن. والله والله ما كنت هتنازل عن 100000 جنيه، بس لولا مجيتك.
اتفضل يا سيدي، ادي خمسه تاني اهو. فين بقى الورقه؟ شوف يا سعاده الباشا، الفلوس دي علشان اقول لك الورقه فيها ايه، لكن الورقه نفسها عشان اديها لك لازم تديني 5 مليون لحلوح، ما يقلوش لحلوح. طيب يا سيدي هات الورقه اشوف اللي فيها ايه، وخد الورقه مش عاوزها. الورقه اهي فيها عنواننا جوان بنتي ومروان بالتفصيل، الشارع والعماره والشقه. لا اللي حليح الاول. حاجه غريبه، الشيخ ناصر عاوز يضمك لحريمه زي حريم السلطان كده. شفت انا رديت عليه ازاي؟ ما شاء الله عليك، رد معتبر. الرد ده بيسموه رد دبلوماسي، رفضتيه من غير ما تحرجيه. رفضت مين يا ماكوس؟ مش مهم يا سندس، بعدين البت كوريا اول مره اتاخر كده بالليل، بتصل بيها بالتليفون ما بتردش، قلبي وكني عليها، هنزل ادور عليها واول ما تاجي بيطمنيني بالتليفون. مش هتوكلني الزبادي؟ هتاكلك. هتاكليه؟ انا اللي هاكلك يا سندس. تعال يلا بالهنا والشفا، هتوديني ازور النبي؟ اوعدك يا سندس اول ما اخلص من اللي انا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمره مع بعض هناك. اه عند النبي. اه قولي والنبي. والنبي يا سندس. انت كذابه يا اختي وبياعه الكلام. هوديكي وهتشوفي، كلي انت بس وادعي لي يا سندس. لا يا رب. مالك يا بنت؟ في ايه؟ ايه يا كوريا في ايه؟ قلقتيني عليك، انت كنتي فين؟ خليك لسه نازل يدور عليكي. انت بتعيطي في ايه؟ مالك؟ ابراهيم تاني. ابراهيم ماله؟ خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه. كباريه؟ قلتلك يا كوريا 100 مرة إبراهيم ده مش مظبوط، مش مريح، مريب كده يعني. لحد علاء قال إن سكته كلها غلط ومش تمام. بصراحة هو قال إنك لازم تفسخي خطوبتك منه. يا ما حذرت، قلت له يا هيما بلاش، يا هيما هتزعل مني، يا كبدكي فاضل لك مرة. مفيش، كأني بكلم نفسي بالظبط. معلش، كويس إنك كشفتي على حقيقته، ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه أحسن منه. أنا الغلطانة، أنا كل مرة كنت أضرب نفسي 100 جزمة وبعدين أرجع أقول معلش يا بنت أنت بتحبيه، معلش يا بنت كلنا بنغلط، مفيش فايدة. معلش يا كوريا معلش، هما الرجالة كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق، يعني هو كظابط قدر يعني يقراه ويفهمه. هما الصباط برضو ليهم نظرة في الناس مختلفة غيرنا، ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ وانا ناقصك ولا ناقصة الظابط بتاعك؟ بقولك ايه؟ انت عبر، انا مش عايزاك، انا عايز اقعد بطول. تعرفي يا كوريا انت تستاهلي اللي بيعملوا فيك ابراهيم، بس انا هعمل باصلي، هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك، خليك يا شيخ روحي كده. ماشي يا ابراهيم ماشي. تعمل ايه لما ترجع؟ معرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقه، هناك زي هنا بالظبط. وانت فاكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجه، كان يهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقول لك يا ساره، ما تنامي يا احسن، بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عامله لي عقله وفيلسوفه وكل ده عشان مش عايزه تحسي ان حياتك تافهه. بعلمك بقى حياتك تافهه وهتفضل تافهه. على فكره انا حياتي مش تافهه خالص، على الاقل ما بهربش من نفسي. لا ده انا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر، ومتفقين على كل حاجه انا بعملها. يادي يا سكه يا ولا قوم يا ولا. اوه طيب عادي يا عم، حاضر. مين اوعي ياما بس مين ايه يا عم؟ عيل وقتك وانا غلطان اللي عملتك صح. يا ابراهيم يا خرابي، انت اللي قلت لكوريا انا شغال في الكباريه. وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي يا، وانا اللي مديك عربيتي بتستنى.
بترضع منها. طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده شيطان ودخل بينكم يا كوريا. والله العظيم يا كباكي ما قلت لها حاجه ولا اعرف اصلا انت شغال في كباريه. كوريا اصلا حطك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله، استهدى بالله واسترجل كده يا واد. الله انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل وشكمها يا ولا. طيب ابراهيم ده لو سكين على رقبتي يا جدع سرك يدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار، هيدور على البردعه. محدش فينا خاف من البعد بقى. انا ظبط البيت واخليها دريم بارك عشان انت تيجي تقف في سكتنا يا هيما. في ايه يا طعوم؟ لوك 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 كتير في موضوع انا والده ليه؟ الحته بتاعتي يا عم، الحته بتاعتي وعايز ارجع لها. في ايه؟ وانا استاذنتك ومع ذلك سيبك من لوك لوك. فعلا انا هسيبها لك عشان سبب واحد. نوال لنا ولا انت هنطول منها حاجه؟ عزوز هياكل التورته كلها يا شيخ. ايه ده؟ مين ده؟ مين؟ انا كبداك. كبداك يا طعوم بجد؟ وبص شوف كبداك هيعمل ايه. فرجنا يا سيدي. يلا يلا بدعي لك. وحشتيني يا سندوستي يا روح قلبي. كلي بالهنا والشفا. انت كمان كنت وحشاني قوي قوي، وسبتيني مع البت دي كانت مجوعاني. يو انا حبيبتي هجيب لك كل اللي انت عايزاه. ها انت كمان وحشتيني الصراحه. انت كمان بجد. بس لازم يعني تقعدي في اخر الدنيا تمرمطي امي معاكي؟ انت ما جيش من وراك كده ابدا. انت ما فيش فايده فيكي. بس كيف يا كوريا انت عرفتي العنوان ابنك؟ جو اللي بعتتهولي عشان تشوف اختك اللي مغلباني. مش هتقدر تحط لقمه في بقها، كانت هتموت مني. قلت اجيبها لها يمكن تلحق تاكلها واخدها واجري بسرعه قبل ما المحروقه ترجع صاحبه المكان ده. بقول لك يا خال، فاكر الراجل اللي كان مراقبني في الحرم؟ ايوه. فضل راقبني، اروح منه شمالي يجي وراي، اروح منه يميني يجي وراي. بس ياك يا كوريا يكون ماشي وراك لحد هناك. عيب عليك يا خال،
امشي ورا مين؟ انا اخر ما زهقت منه صوت لميت عليه امه ليلى الا الله سبتهم بيضربوا فيه ونطيت في تاكسي وجي. برافو عليك يا كريم. عيب يا خال، يعني احنا حلو الاكل دلوقتي؟ ها انا قلت برضك ما حدش عارف ياكلها غير يو. شوف الولية، شوف قلبت عليا في ثانيه ازاي. بقول لك يا اختي، فين الكبانيه؟ محصوره. ايه محصوره؟ فين الكبانيه؟ التواليت. اه بصي، امشي على طول على طول على طول، ادخلي اول يمين هتلاقي باب في وشك، ده باب التواليت. ماشي. دينا تعالي. بقول لك ايه، ايه رايك تشغلي كوريا عندك في البيوتي سنتر؟ دي ده انا عمال النظافه اللي بيشتغلوا عندي انضف من الكائن ده. حيلك يا ست انتي، ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه عمال نظافه وابصريه؟ كوريا بنت اخت دي اجمل واشجع كفيره ببطن البقره. العمال نظافه صحيات والدك تشوف لها شغله عندك. البت تعبانه ومش لاقي لقمه تاكل. اسمعيني يا دينا، كوريا فعلا كفيره شاطره، جربيها مش هتندمي. نو واي يا هايدي، ازاي بطريقتها واسلوبها البشعه ده تشتغل عندي انا؟ انتي بتهزري. انتي ما تشيليش هم طريقتها واسلوبها، انا هظبطها. ظبطي ايه؟ اديني ساعة واحدة وانا هبهرك، هتشوفي كوريا تانية خالص. نجمة مصر منورة ملعبك يا فنانة، يا كبيرة يا عظيمة. مصالحة بسيطة بس كده عشان القمر يرضى علينا. انا رجعت بس عشان سوكا كلمني وقال لي ان الشغل واقف من غيري، بس والخدمة الشريفة، انا لولا سوكا وغلاوته عندي لا كنت رجعت ولا شفت وشي تاني. الله الله الله، وانا ايه وسوكا ايه؟ ما احنا اخوات يا ناني. الله خليك يا دارة. بقول لك ايه، اقول لك كلمتين تحطهم في ودنك. ناني ملهاش في الشمال واليوتيرن ملهاش الا في جو جو. ماشي يابا ولا مش ماشي؟ ماشي يا عسل، ماشي يا جميل، بس عليا النعمه من نعمه ربي، انا طلعت الشقه عشان ناني عشان مصلحتها. بص ما صدقنا ان هي يا اخي كنت جايب لها فرح. يا راجل ما صدقنا النصيبه. سنن ايه؟ ايه وقال ايه؟ ايه قدامي سكه سفر طويله وهغيب عن مصر كتير. طب اخوي سافر بالسلام. الله يسلمك. مش هنطلع بقى الشقه ونعمل الوداع الاخير؟ ها شقه ايه يا حبيبي وزفت ايه؟ انت فاكرني ايه، الفرده اللي استبن ولا الحرمه الملكي بتاعتك وقت ما يهفك الشوق يا حبيبي؟ فوق يا كبداكي، نوال بتاع الزمان دي ماتت واتدفنت في بطن البقرة يا حبيبي. أنا هنا ستك نوال اللي ما تقدرش ترفع عينك فيها، فهمت؟ الله في ايه؟ في ايه يا إبراهيم؟ مفيش حاجة. شيلوه من قدامي. شيلوه مين؟ مين ده؟ تعود. لا تعود ايه؟ استنى بس. نفس تعود شيل. عدلاتي يا إدارة. ده اتهطلت. أنا حذرتك يا هيما. استنى بس ده اتهطل. اللي عملت لي فيها لورنس العربي. أنت اتهطلت يا بت ولا إيه؟ اتأخرت مع الست هايدي جوا. طب اقول لك حاجه على كوريا دي، كوريا دي يا ست هانم يدها تتلف في حرير، بتشتغل شغلانه زين، الست بتقوم من تحت يدها حاجه تانيه خالص. يبقوا شبه الرجاله يا اخويا. والله انا هجربها يا عم شكري، بس الاول نشوف هايدي ممكن تطلع ايه من المأساة اللي جوه دي. ها جاهزين؟ غمضوا عينيكم. يلا يا كوريا تعال. اخرب بيتك هجول لها مش بدرعتي مالتي كده اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا، ايه ده؟ انا مش مصدقه عملتيها ازاي دي يا هايد؟ لا ده لو كده تيجي تشتغلي معايا. ماما تخلصينا يا اختي انت وهي، عايزه اخش اغير الهدوم اللي انا لابساها دي، حاسه انها مقمطاني كده مش مرتاح. ها ايه رايك؟ هو اكيد شكلها احسن كتير يا هايد، بس اسلوبها لا وشغلها ما شفتوش. اسلوبي؟ ماله اسلوبي يا اختي؟ بقول لك ايه؟ فين الكيسه اللي فيها الهدوم بتاعتي؟ انا قلت لك يا جولي من الاول انا ما ينفعش اشتغل عند حد، هتقعد تتني وتفرد عليا. بقول لك ايه؟ انا خلاص مش هينفعني الكلام ده، انا هخش اغير البطوز اللي انا لابساها ده، انا ماليش في الهبل ده. تعالي 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 يا كوريا، مش هتغيري ولا حاجه. كانت هايدي قاعده عندها دي كوريا بنت اخت شكري، شكلها نضف قوي البنت دي، جميله جدا. العيال الصغيره
انا ماليش في الهبل ده اصلا. ده ايه ده ان شاء الله؟ وانا بقول شقتي مكتومه ليه وما فيهاش هوا؟ شقتك؟ شقتك يا ام الشقه الله يرحمه، كان كل شقه في كعب رجله قد شقه تعبان، شبعه بعد جوع صحيح، شفتي؟ اهو ده اللي كنت عامله حساب مين اخدتي من هنا يلا. بس يا بنت انت وهي عيب عيب، احترم الهدوم اللي انت لابساها دي. بقى كده يا ست هايدي جايبه لي الناس العره دول يطولوا لسانهم عليا في شقتي. عره؟ مش بقول لك يا بنت الله يرحمه، وبعدين تعالي هنا، شقتك اللي عماله تتعوج علينا بيها دي يا اختي جايباها من لحمك اللي بتعرينا الرجاله. ايه بخت شيء مش كده، احنا في بيتها برضه. خلاص بقى يا نوال، في ايه؟ مش انت قلتي لي استضيفي اللي انت عايزاه؟ قلت لك يا اختي هاتي الناس النظيفه اللي شبهك، مش جايبه لي زبالتك ويا اختي لحم اللي انا بعريه ده ما حلتكيش زيه، ولا ناسيه كبدك خطيبك حبيب القلب اللي كان بيجري ورايا وحيموت عليا. لا حلتها وانت الصادقه، ده كان بيشمشم وراك عشان انت رخيصه، ما تيجي اتطلعتي واترميتي اهو، كان عبارك ولا جالك؟ يا حبيبتي ما هم الرجاله كده، ليها نسوان نظيفه للجواز ونسوان كسر الفراخ العين. انا كسر يا بنت؟ يا اللي مش عارفينك بنت من ود يا بنت يا وزع، يلا يا بنت اخرجي بره بيت. مالك يا ستنتي؟ انت جاي سكرانه ولا ايه؟ على فكره انت كده بتغلطي فيا عشان دول ضيوفي. ضيوفك؟ ضيوف ايه يا اختي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا مساوياك يا حبيبتي، ده بدل ما تبوسي رجلي صبح وليل جايبه لي سباتك وجايه. يلا بينا يا كوريا، انا هنزل معاكي. ست نوال معلش، هو في سوء تفاهم. يوه، انت ما ينفعش تنزلي. يا جماعه المشاكل تتحل بطريقه اهدى من كده. وبعدين مفيش حاجه اسمها نزول يا هايدي، احنا مش بنهرج. خليك انت يا جولي، انا هنزل انا وربنا يصبرك على الهم ده لحد ما تخلصي مني. هبقى ابعت لك الهدمه دي مع خالي شوقي. استني انا هنزل معاكي، يعني هنزل معاكي. عايزه تنزلي يا حلوه انزلي بشوقك، بس كده بقى يبقى انت اشتريتي عداوتي وربنا يكفيكي بقى شر عداوه الرقصات. على فكره يا دينا، كانت اكبر غلطه ان احنا جينا هنا وجبنا هايدي معانا، المكان في منتهى الخطوره عليها. ليه بس يا نادر؟ هو اصلا مفيش حل تاني، والبنات مشوا من هنا من اكتر من ساعه ومفيش حد زي ما انت شايف، وبعدين كنت عايز ناخد هايدي ونروح بيها فين في وقت زي ده؟ بعدين مش انت قلت لي ان خلاص المراقبه اتشالت؟ في ايه يا نادر؟ ايوه المراقبه اتشالت، بس ما ينفعش ننسى انك مطلوبه. خلاص يا نادر، احنا بقينا هنا، المهم هنشوف هايدي هتروح فين. ده بقى البيوتي سنتر بتاع دينا اللي انت هتشتغلي فيه، ايه رايك فيه؟ حلو مش كده؟ مش فورتيكا يعني؟ وقلعيها ولبسيها على ايه؟ ده المحل بتاعي في روح عنه، على الاقل ريحه خفيف كده. بس بقول لك ايه؟ هو مع حق برضك، انت ما كانش المفروض تسيبي شقه الرقاصه. يا بنت هتضيعي روحك عشاني؟ ماله؟ انت ياما عملتي كده علشاني. وانت ايه ده؟ وانا اي حاجه اعملها تنقشيها ولا ايه؟ انت هتجيبي روحك ليا؟ هو انت مش هتبطلي؟ طب خلاص عبطت. بقول لكم ايه؟ ريحوا دماغكم، انتوا من اول كده لا بتعرفوا تحلوا ولا تربطوا. انا خلي شكر راح ودي سندس عنده، ودلوقتي هجيب سوكا ويجي، هنقعد احنا مع بعضينا نمخمخ لكم كده في مكنه حلوه تبقى نظيفه ومش متداسه ونداري فيها البت جولي. ريحوا انتوا قلبكم بس. يعني ايه مكنه؟ يعني مكان مكان. برافو عليك يا كوري، هو ده الكلام. ايه اللي برافو عليكي دي؟ وانا في الروضه؟ وبعدين ثم تعالى هنا، احنا من ساعه ما قعدنا وانت راقبني كده، ايه هتاخدنا 4 في 6 ولا تعمل لي بطاقه؟ وبعدين بقول لك ايه، انت تبع مين في القعده الحلوه دي بقى؟ بالصلاه على النبي. ايه بقى ده؟ الدكتور نادر المحامي بتاعي. دكتور على نفسه يا اختي، ما بحبش الرجاله تقعد تفصص في الحريم كده وهي قاعده. ايه هياخدني كاتش فين؟ البنت دي هي اللي ممكن توقع مروان. مين دي؟ كوريا؟ ايوه كوريا. المهم خلينا نفكر في المكان اللي هتروحي فيه الاول، وبعد كده هشرح لكم كل حاجه. انتوا ان شاء الله طول البعض. بقول لكم ايه، انا هخلع فيلتكم السودا دي. ما تهدي بقى يا كوريا، خلينا نفهم في ايه. يا انسه كوريا، نادر لا يمكن يضرك، اوكي؟ لا انسه ده اهدي بس يا كوريا، انت قصدك ايه يا نادر؟ احنا مش قلنا ان مروان نقطه ضعف والفلوس والستات؟ كوريا اتغيرت 180 درجه في ساعتين زمن بس. مين عارف لو نظفناها اكتر من كده شويه واخدنا معاها شويه وقت ممكن تكون النتيجه ايه؟ تنظف مين يابا؟ يا اختي مين ده؟ بقول لك ايه؟ يا كوريا سلام عليكم. يا كوريا دكتور نادر ما يقصدش. يا انسه كوريا دكتور نادر، احنا لسه هنتكلم عن الشغل. ده العالم دي؟ ده بيقول لك تنظفها وليه؟ وانا كنت معفنه.
عارفينها. تعالي بس يا كوريا. دكتور نادر ما يقصدش. استهدى كوريا ده. يا شيطان يا شيطان. استهدينا. ها. اقعد يا كوريا. اقعدي اهدي. ما يقصدش ما يقصدش فيه ايه؟ طب بقول لك ننضفها ليه وانا معفنة؟ المهم انا وسوكا واحنا جايين في الطريق عرفت ان خد شقة جديدة في شارع الهرم جنب الكباريه عدل بالظبط. يا ريت بس ست الكل هايدي يا ريت تشرفينا وتقعدي يومين كده عند امي، واذا كان عليا انا ممكن اقعد في اي بنسيون يعني. يعني معقول يا سوكا هتسيب شقتك علشاني؟ انا بصراحه ماليش في الشقه اللي فيها السيراميك ديت، يعني بيجيلي منها كرشه نفس يعني. وبعدين انت اختي الكبيره وبصراحه انت تعبت كتير قوي قوي. اقول لك حاجه بس يا رب تستحمل امي. لا نهار اسود بلاش امك يا سوكا. لا امك لسانها بيدلدق بالكلام على طول زي الزير المخروم بالظبط. ونوال لو عرفت جون لفين هتسلمها محاره وحلوه. نوال من الاساس ما تعرفش ان احنا سيبنا الحاره، واذا كان على امي ب 200 جنيه ممكن تقعد في الشقه ما تخرجش لمده شهرين. بس ست الكل تقول امين. كتر خيرك يا سوكا، احنا مش عارفين نودي جمايلك فين. انا اللي مش عارف اقول لك يا استاذ، بس بلاش كتر خيرك ديت يعني ده